السلام عليكم. هذه حالة مريضة عمرها 80 سنة، زي ما نشوف قدامنا عندها احمرار وحكة في الجلد، سبب لها ظهور بثور وحب في الجلد وعلى الأماكن اللي هي تحك فيها. زي ما نشوف الحكة واضحة أنها هي واخدة مسار مستقيم، اللي هي مجال الحكة متاعها ومسار الحكة متاعها. هذه يقولوا لها كوبنر فينومينا، شرحنا لها أكثر من مرة. أيضا من الخلف شوفوا المناطق اللي هي فيها الحكة بيطلع لها حب جديد على طول الخط، على طول المناطق بالشكل هذا. أيضا تحت في رجلها طبعا شوفوا جلدها واضح فيه جفاف بشكل كبير جدا، واضح القشور البيضاء هذه، والملوس بتاعها خشن جدا لما تلمسها بيدك، خشن جدا يدها رجلها سوري، خشنة جدا، ففيه جفاف وتقصف للبشرة بشكل كبير. التفسير احتمال يكون حاجتين، يا اما تكون صدفية او يكون اتوبيك درماتايتس اللي هي الاكزيما التأتيبية، حطيت عليها اكثر من منشور في السابق. اللي يهمنا في الحالة هذه هو العلاج في الحالتين، اذا كان هي السورايسس اللي هي الصدفية والا الاتوبيك درماتايتس. في الحالتين نبدو بمرطب للجلد لان زي ما نشوفه الجفاف، فحنبدو لها بإيمولينت. في العاده ننصح بيورمول 20%، وايضا لازم نعطوه حاجه للحكه، فيا اما نعطوه كالاماين لوشن او نعطوه انتي هيستامين اللي هم المضادات الهستامين زي البنادريل ولا الرياكتين ولا ايريس ولا اي حاجه باش تمنع الحكه، لان كل ما تحك المريضه طبعا يطلع حب جديد وتبدا الحكايه متفاقمه. فهذا العلاج المبدئي. احيانا نعطوا ايضا ستيرويد، كريم ستيرويد اللي هو الكورتيزون زي بيتا ديرم او سلوستيديرم، وفي حاله الصدفيه طبعا نعطوا اللي هي فيتامين دال ديريفاتيف اللي هو دوفابت اللي هو مستخلص فيتامين دال. بس مش حنبدا لها كل الادويه هذه مع بعض، فحنبدا باليورومول اللي هو 20%، وحنبدا بدواء للحكه اللي هو انتي هيستامين مضاد الهيستامين زي البنادرل والله ايريس ولا رياكتين، وبعدين نشوفها بعد اسبوع ان شاء الله، وحنصورها بعد اسبوع ونشوفه قديش صار من تحسن في رجلها ان شاء الله. وشكرا.